بسم الله الرحمن الرحيم. بنستكمل اليوم الآثار السلبية للملوثات الغازية أو للانبعاثات الغازية وتأثيراتها السلبية. بناخد اليوم تأثيرات النيتروجين أوكسيدز اللي هي النوكس والسالفر أوكسيد اللي هي السوكس. النوكس contribute to formation of acidrines. هو أهم حاجة إنه النوكس عندنا بيسبب عندي الأسيدرينز الأمراض الحمضية. يعني لو عندي أمطار والجو فيه نوكس بيحدث تفاعل ويتكون عندي حمض النيتريك اللي بيكون له تأثير ضار على البيئة، سواء كانت هذه البيئة إنسان أو نبات أو حيوان. فكل ده بيكون بتأثيرات الرين أسيد. ايضا النوكس بيسبب توكسيك كيميكالز، بعض الكيماويات السامه. من اهم الاشياء اللي بيسببها النوكس برضو الجلوبال وارمنج اللي هو الاحتباس الحراري عندنا. النوكس ايضا ممكن يتفاعل ويكون نيتريت بارتكلز، بعض الجزيئات اللي فيها نيترات وبعض الايريسولز الحمضيه. النوكس بيبقى عندي contribute to atmospheric particles، بيسبب على بعض الجزيئات اللي موجودة في الاتموسفير النوكس بيأثر عليها. النوكس ايضا بيأثر على الكواليتي بتاعت المية. يبقى دي الاثار السلبية لأكاسيد النيتروجين. اما اكاسيد الكبريت الادفرس امباكت بتاعتها نفس تتشابه مع النوكس من ناحية ان السوكس ممكن يسبب امراض حمضية ايضا، يسبب امراض حمض الكبريتيك. السوكس بيؤثر على المحاصيل، نوع البلانت تايب، الايج، السنلايت، الليفلز، تمبريتشر اند هيوميتي. يبقى بيأثر على كل هذه الاشياء، بيأثر عليها نسبة نسب اكاسيد الكبريت اللي موجود. ثاني اكسيد الكبريت بيسبب ريتيتنج، بيسبب عندنا هياج في او اثاره، بانجنت اند سوفكيتنج جازز، يبقى عباره عن بيقدر يعمل لي عمليه خنق، بيعتبر من الحاجات الخانقه. السوكس كوز ادفرس امباكت اون هيلز، له اثار سلبيه على الصحه والفيجينيشن والاخصاب اصلا. السوكس لو موجود عندي بيسبب reduce visibility اللي هي تقليل الرؤية. السوكس وجوده بيسبب breathing difficulty، صعوبة في التنفس. السوكس بيسبب eye irritations، إثارة للعين. السوكس في النهاية بيسبب لي heart failures، يسبب لي فشل في القلب. يبقى زي ما احنا شفنا هذه هي الآثار السلبية لعنصرين مهمين جدا اللي هي أكاسيد النيتروجين وأكاسيد الكبريت.